عنده واحد النوع ديال البناء فيما يتعلق بالموروث الشعري العربي القديم، بمعنى انه هو متوغل وصاحب حفريات في هذا المجال. بمعنى هذه كانت يعني كان واحد الميزه كيمتاز بها مجموعه ديال الشعراء المغاربه قصد زمن المحدثين منه والحدثيين ايضا، لكن هو ايضا فيما يتعلق بالحاله ديال الرسم الشعريه الحديثه المغربيه ابتداء مثلا من الستينيات فما فوق، هو ايضا عنده هذه الحاله ديال الرسم الدقيق، بمعنى مواكب راصد متتبع ويقرا، يقرا التجارب سواء على مستوى الافراد او المجموعات، بمعنى سواء على مستوى القصائد او على مستوى المجامع الشعريه، لدرجه انه اذكر في مره نشر نصا هو تركيب لعناوين الشعراء، يعني المجاميع الشعريه المغربيه التي نشرت في سقف او في حدود زمني يتراوح بين يعني اكيد انه فوق 3 عقود من الزمن. وهذاك العناوين ديال ذاك القصائد حول القصيده وحده، يعني بالاسماء ديال، وكانت بمعنى كان النص دال بصراحه، اولا من جهه كان فيه عمق وكان فيها القدره الخارقه المواكبه والرصد ديال الكرونولوجيا وامتداد ديال القصيده المغربيه الحديثه. فالمعنى كان مشكور بصراحه على الاشاره الداله منه. شكرا. شكرا للشاهد انس علوش على هذه الاضاءه لجانب الاضاءه الاضافيه للاصاله، تمدنات الاصاله في شعر محمد النبار الحمري اللي افاد فيها الناقد مصطفى فرحات، وكانت اضافه نوعيه. اذا ننتقل من الشاعر